السلام عليكم، مرحبا متتبعينا الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. وكالة الانباء الروسية: الجزائر تتكبد خسائر فادحة بسبب قرارها ضد المغرب. أفادت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية فان يوم أمس الاثنين بأن إغلاق الجزائر لخط الأنبوب الغاز المغربي الأوروبي كبدها خسائر مالية فادحة. وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر تواجه مشاكل تقنية تتعلق بالمشاريع الرامية لتوسيع الطاقة خط الأنبوب الغاز الميداغاز، ما تسبب في ارتفاع كلفة النقل بموازة مع زيادة الطلب وتفاقم أزمة الطاقة في إسبانيا وجميع أرجاء أوروبا. وأبرزت وكالة الأنباء الروسية أن إسبانيا تتهم الجزائر بعدم احترام وعدها بتزويدها بالغاز بكمية كافية، مسجلة أن الجزائر على الرغم من التزامها بضمان صدارة ذات الحجم المتساوي مضطرة حاليا إلى مضاعفة عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي لم تكن لتحتاجها لو أنها أبقت على خط أنبوب الغاز المغربي الأوروبي قيد التشغيل. ومنذ إغلاق خط الأنبوب الغاز المغربي الأوروبي تشير السلطات الإسبانية إلى وجود اضطرابات متكررة في سلسلة التوريد من خلال حلول بديلة تقترحها الجزائر. وتتوجه إسبانيا حاليا نحو مزود آخرين لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تربط اقتصادها بمصدر طاقي غير موثوق، خاصة في سياق ارتفاع الأسعار وصعوبات الإمداد المرتبطة بالنزاع الروسي الأوكراني. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.